بقول لك ايه، غمضي عينك كده. وانا غمض عيني ليه وانا بكلمك يا بنت؟ بس غمضي عينك. مانيش مغمضه عيني يا عمدي، ما تقول انت عايز ايه. غمضي عينك بس وهتشوفي. الله، ما قلنا مش هغمض عيني يا عمدي، ما تكلمني زي ما بكلمك يا بنت. مش هعمل حاجه من اللي في بالك والله. ايه والنبي، ما انت هتفضل تتسحلب وتتدحلب لحد ما تعمل اللي في دماغك واللي انت عايزه. يا بنت اعمل ايه؟ انا هعمل لك مفاجاه. غمضي. طب قولوا مقام السايح، ما انت عامل حاجه. طب غمضي وهتشوف. ايه ده؟ ايه تعالى. يلا فتحي بقى. ايه ده؟ ده شبكتك، خدي يا بيت. ده شبكتك؟ ايوه. قولي يا خيبتك يا فاطمه. ايه ده؟ يا نيلتك يا فاطمه. ليه كده؟ ليه؟ وانت مش شايف انت بتديني ايه؟ بقى انا يا عمدي تشبكني بحته حاله ما يسواش تلات ابيض. تلات ابيض ايه؟ لا والله، ده دهب عيار 21. يعني انت لما رحت عشان تخطب حفيظه جبت لها حلقه زي دي، ولا رحت جبت لها كردان تقلي كده عشان تغطي بيه صدريه، ورحت جبت لها خلخال عيار 21 عشان تحطه في رجليها المعرقبه المعفنه دي؟ بقاني تعمل معايا كده؟ داني فاطمه اخس عليك يا عمدي، اخس عليك والف اخس. لاني زعلان، زعلاني خالص. لا لا لا، هو انا ما يهونش عليها تزعلي ابدا يا بنت. تفهميني انت مش فهماني، ده مش الشبكه كلها، ده تقديمه بس، وبعد كده اخدك ونروح لاحسنها سايغ تنقي كل اللي على كيفك. ماشي، انا هاخده بس عشان من ايدك بس. وديني وما خلاص 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 بقى، يخرب بيت بقك. ايوه كده اضحكي كده. ايوه كده. يوه ايه يا بنت اهمدك؟ ما انت اوعى ايدك يا عمدي. اوعى ايه؟ اوعى ايدك بقول لك. يوه يا بنت استني بس، عايز استغفر الله العظيم يا رب. ما ما اهدي بس، انا عايز بس اقول لك غمضي بقك يا عمدي. مش هغبط حاجه. يوه غمضي بس، عايزك ما تبطل سهواتي بقى يا راجل. قول لي استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت مش كده يا بنت، فرحتنا على الفاضي يا بنت. انا مش على بعضي. انا يوه انا ماني على بعضك ولا مش على بعضك؟ قلت لك لما تتقفل علينا بيت واحد نبقى نعمل اللي انت عايزه. يعني كده هتسمعي الناس وتعدي صوتك وتلم علينا الناس؟ ايوه، وابعد ايدك عني، دي اللي عايزه اقطعها يا عمده بدل ما صوت الم عليك. خلاص 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 هبعد ايدي اهو، مش بايدي. تعالي بقى. بقول لك ابعد يا عبد الله. يا بنت اهمدي بقى، افهميني بقى. مانيش فاهمه حاجه. بقول لك مش فاهمان. استغفر الله العظيم يا رب. تعبان. ابعد عني. انا تعبان. انا بقول لك تعبان. انت مش حاسه بيا ليه؟ حس بيا. هوي يا عمده اللي جوا. يا ابوي اطلع يا ابوي، ما تلبسناش تراب. لا اله الا الله. هو يا اللي جوا. روح روح افتح الباب، روح افتح الباب. مين يا ابوي؟ موضوع ايه ده؟ حكايتين دي يا ابوي. لا اله الا الله، فيه ايه بس يا شيخ محمود؟ لمم علينا الناس ليه يا شيخ محمود؟ خلي الراجل العديم الدين اللي حداك ده يا فاطمه يطلع برا. استغفر ربك، استغفر ربك يا شيخ محمود. بقى انت تظن فيا الظن ده؟ أني يطلع مني كده؟ أنت تعرف عني كده يا شيخ محمود؟ لا ما يطلعش منك يا فاطمة، لكن يطلع منه، أني عارفه. استهدى بالله، استهدى بالله، لا 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 يسيئك. تعال بس وادخل جوه وأنا هفهمك على كل حاجة. عشان خاطري يا شيخ محمود، استهدى بالله كده. استهدى بالله كده، ما تجرسناش وسط الناس. تعال، تعال وراي. زفت انت، ايه الفضايح اللي انت عاملها دي؟ انا برضو اللي عندي الفضايح. امال ايه يا جان دي؟ يا جان لا مين للناس يعني، عمال تخبط وتجعر فيه ايه؟ فيه ان وضعكم كده غلط، قعدتك معاها ما تصحش ولا تجوز. قعدت ايه يا اخوي؟ وضع ايه يا حبيبي؟ اديك دخلت اهو، شفت ايه؟ بص كده عروستي وبجهزها، وانت كمان جيت وانا لسه بجهزه. ده انت جيت في الوقت المنافس يا عمده. عايزين نقفل على الفضايح دي، الناس ملمومه بره، لو سمحت اطلع. يا سلام يا سلام، يعني انت لامم للناس بره وعايز تطلعني في وسطهم بالمنظر ده؟ طب يمين بالله لو ما خدتهم وغرته في داهيه لا يكون لي معاك كلام تاني. استهدى بالله بس يا عمده، استهدى بالله. فيه ايه بس يا شيخ محمود؟ ما انت دخلت وشفت كل حاجه بنفسك اهو، وما فيش اي حاجه غلط.
شيخ ايه؟ ده مش شيخ ولا نيلة، ده واحد هربان من بلدهم باينه مجرم ولا سرق له قتيل وجاي الدره هنا. شيخ ايه وزفت ايه؟ تمام يا حضرة العمدة، انا لا شيخ ولا يحزنون. يا اخي اعتبرني راجل غيران على دينه وما يلدش عليه الحرام. حرام؟ حرام ايه يا شيخ محمود؟ حرام عليك انت لما تظن فيا الظن ده. ده ليه ما يطلعش مني العيبه؟ ايوه ما تطلعش منك العيبه يا فاطمه، لكن تطلع منه. لكن تطلع انت بره وتلم الحاج دول وتغوره في داهيه. امشي يالا. وما مشيتش يعني؟ اما مشيتش طب اهو هخليهم يشيلوك مرابعه. يا لهو بالي يا لهو بالي، استهدى بالله يا عمده، استهدى بالله، دي ساعة شيطان وهتروح لحالها. أحب على إيدك امشي يا شيخ محمود، أحب على إيدك امشي امشي، دي ساعة شيطان امشي عشان خاطري، امشي والنبي. أعوذ بالله، فور دم الله يحرق دمه. روح اقفل الباب. من يوم ما مات ابويا واني لا رحت لا يمين ولا شمال، كنت لما اشوف القطر جاي بيرمح من بعيد والتاني يفاطني استمنى نبقى جواي عشان نخرج بره الكفر نشوف فيه ايه. دي طلعت الدنيا تانية، انت لساك متقدر يا ابو العلا. ده انا جايبك هنا يا اخويا عشان تفك على نفسك وتراوي. بس فضفض يا اخويا وقول اللي في قلبك. ده انت تتكلم وياه كانك بتتكلم مع نفسك يا ابو العيلة. انا صعبان على نفسي قوي، ازاي سكت وسلمت باللي حصل كده؟ ازاي ابقى راجل قدام نفسي؟ قلبي قايد نار ومش عايز يهدى، نفسي اشوف اليوم والساعه اللي ازل فيها عتمان دي، الثانيه اللي ابص جوه نين عينيه واني بذل حتى ان كان فيها موتي. بعد الشر عليك يا اخويا، بس هيحصل وحياتك عندي لا يحصل، واخليك عمده الكفر اللي تنده، واخليك كمان تحط مداسك في حنك اجعصها واحد فيك يا كافر. بس الصبر يا اخويا.